عندك أولاد يا أستاذ فضولي؟ عندي. أنا بعمل كده عشان ولادك وولاد المصريين كلهم يعرفوا هم مين يا أستاذ فضولي، عشان يحافظوا على نفسهم من أي فكرة ممكن تيجي من برة تأذيهم، عشان يفتخروا دايماً إنهم مصريين ولهم جدود ضحوا بحياتهم عشان يفضل اسمهم مصريين مش حاجة تانية. من قبل الملك مينا ولغاية النهاردة لسه في ناس بتضحي بحياتها عشان ولادك يعيشوا مصريين بكرامة يا أستاذ فضولي. أحرجني قوي، مستخسر فيا أكون واحد بسيط من الناس دي؟ بس حبيبي يا حسان، أخدت من أخوك سرحان كل حاجة حتى طيبة قلبه. توأم يا جدع الله. خلاص يا حسان، نعمل لك قفلة. يلا يا جماعة سيبوا الدروس دي بقى الوقت تاني، عاوزين نلحق نروح عصر بلاستيك الأول ونرجع قبل الست الحاجة ما تفرفر مننا يا عم يحيى. يلا بينا. يلا.